قدم لمدة 6 أسابيع أو ما يزيد بسبب مشاركة منتخبنا الوطني كرة القدم في نهائي كأس أفريقيا الأمم غينيا 2015 وخروج منتخبنا بمرمى تاريخية نسجها وحبكها الموريسي سيشيل. قلنا تعود البطولة الوطنية البطولة الاتحادية المحترفة الأولى لكرة القدم في الجولة الأولى إياب، يعني دفعة أولى بشتم اليوم بإجراء 6 مباريات تكتمل هذه الجولة بزوز لقاءات غدوة تجمع في القمة القمة لقاءات تجمع النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الصعدي. بقية لقاءات نعطيكم البرنامج إذن بعد لحظات يترقى هذا اللقاء اللي يعمل رقم 114 لحساب البطولة الوطنية بين الفريقين. 9 انتصارات لنادي حمام الأنف، 66 انتصار للترجي، 28 لقاء انتهاب التعادل بين الفريقين. نادي حمام الأنف سجل 75 هدف والترجي سجل 183 هدف في مباريات كيف لقاءات اليوم، يعني يكون فيها نادي حمام الأنف كفريق مضيف 51 مباراة ونادي حمام الأنف كفريق مضيف انتصر في 6 لقاءات. نادي حمام الأنف 15 لقاء وفيها بالتعادل والترجي انتصر في 30 مباراة كضيف على نادي حمام الأنف. فما تقريبا 1000 تذكرة وقع ورقة على ذمة الأحباء، لكن ما يحضرش أكثر من 400 أو 500 متفرج في هذه المباراة في طقس متاع كورة بأتم معنى الكلمة. فما الجديد في تشكيلة الترجي وأيضا في الإطار الفني، نعرف عودة المدرب القديم الجديد الترجي البرتغالي جوزي مانويل مورايش. البرتغالي يعود الترجي بعد تجربة قصيرة في موسم 2008-2009 ويأخذ مكان خالد بن يحيى. قاعدين تلاحظوا أن الترجي يعتمد التعويل على المدربين اللي يعرفوا الترجي من قريب كيف ما سبق وعول على فوزي بنزرتي ثم مالك انزاري معلول دي كاستيل كرال دو سابر وأخيرهم خالد بن يحيى قبل عودة مورايش البرتغالي اللي سبق كيف ما قلنا وعاش تجربة قصيرة مع الترجي. يعني مورايش مش باش يلقى وقت طويل للاندماج المجموعة أو للتعرف على اللاعبين بما أنه خاض تجربة ولو أنه ما كانش طويلة مع الترجي، لكن على الأقل يعرف أجواء الفريق. زوز لاعبين يلعبوا أول مباراة لهم مباراة رسمية مع الترجي اللي هما الديوك لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري ولأبل البلاء الحسن في المقابلات الودية. إديوك سجل في آخر لقاء ضد اتحاد سليمان سجل 3 أهداف وكروز البرازيلي في أول مباراة له. إذن صحبة إديوك زوز لاعبين اليوم أمامهم الفرصة. هذا أمامكم كان البرتغالي مورايش على بنك احتياط الترجي في أول لقاء رسمي بعد خروج خالد بن يحيى. نمشي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين والبداية بالفريق الضيف الترجي. 1 معز بن شريفية، 4 الحسين الراقد، 30 محمد علي يعقوبي، 21 سموال إدياك، 6 حاتم البجاوي، 17 سامح الدربالي، 5 شمس الدين الذوادي، 25 غيلان الشعلاني، 7 إيمانويل كروز، 8 إدريس المحيسي و15 نيونغ. الاحتياطيون سامي هلال كحارس مرمى احتياطي 23، 2 علي العابدي، 22 معز عبود، 12 وسيم نغموشي، 3 العربي جابر، 19 حسين الحرباوي، 14 هيثم الجويني المدرب جوزي مانويل مورايش البرتغالي. تشكيلة نادي حمام الأنف كنت تشاهدوا في العربي الماجي حارس مرمى أساسي 16، 12 محمد أمين المهدبي، 10 فهمي بن رمضان بعد غياب 4 أشهر بسبب الإصابة يعود في أول مباراة ليه، 30 أمين صفيق سننتظر إشارة الحكم أمين لوصيف لانطلاق مباراة وانطلاق مباراة هنا في الملعب الأولمبي البلدي بحمام الأنف، 6 سيف الله مسكيني، 18 محمد سلامة أول مباراة بعد عودته من النجم الساحلي، 13 جدي لبري، 14 بشير، 7 إسماعيل زكيتي، 11 سلامة القزداوي. الاحتياطيون 1 حمزة الباهي حارس مرمى احتياطي، 8 محمود العذيبي، 17 عمر بن عمار، 25 وليد مسعودي، سيف الدين كنزاري 19، حسن مباك 9 و15 عمر الصدي المدرب جيرار بوشير يدير هذا اللقاء. طاقم تحكيم من رابطة الوسط الشرقي بالمنستير، الحكم أمير لوصيف هو الحكم الرئيسي مباراة، مساعد أول مروان سعد، مساعد ثاني مخلص العجيمي،
الحكم الرابع محمد سبوعي يراقب لقاء جمال بركات. مرايش يعود الترجي بطاقم فني معاه حكم المدرب مساعد اول برازيلي برونو، ويبقى التونسي عبد الناصر في خط مدرب مساعد ثاني، والبرتغالي جيمي جوفي. هذه اصابه واعاده لعمليه المخالفه. تنرجع بالتفصيل للطاقم الفني لصاحب البرتغالي مرايش الى تونس تبادل العمليه، وكره تخرج. كانت فرصه لنادي حمام الانف عن طريق ديدي ليبري امامكم. ديدي ليبري في اول عمليه لصالح نادي حمام الانف. شوفوا اعاده كره في محور الدفاع، كانت طويله من سيف الله المسكيني، يخرج ليبري، كان وجه لوجه مع معاذ بن شلفيه، فرصه خطيره لنادي حمام الانف. قلنا اول محاوله للتهديف كانت من جانب ابناء نادي حمام الانف. ست لقاءات اليوم، نادي حمام الانف، ترجي، مستقبل مرسى جمعيه جربه، اتحاد منستير لنادي بن زرتي، شريف قيروان، ملعب القابسي، مستقبل قابس، الملعب القابسي، ملعب تونسي، وقف القفصه، الترجي الرياضي الجرجيسي. تبع هذه العمليه كروز، جماهير الترجي والاطار الفني ايضا باش يقف على حقيقه امكانيات البرازيلي كروز وايضا النيجيري ايديوك في هذه المباراه الرسميه. تبع هذه العمليه وترجع من دفاع نادي حمام الانف، تمشي لبشار، يخرج بالكره من مناطق الدفاعيه، كره طويله، او شمس الدين الذوادي العقوبي يحط الكره لحارس المرمى معاذ بن شريفيه في محور دفاع الترجي. شمس الدين الذوادي او امامكم ياخذ الكره، هذه اعاده ساعه للعمليه الاخيره. الذوادي ياخذ مكان العربي جابر بعد غيبه طويله مع تشكيله المدرب خالد بن يحيى. خالد بن يحيى اللي عمل يعني مسيره موفقه مع الترجي رغم انه اخذ الفريق في وضعيه ما كانتش جيده بعد انسحابه من رابطه ابطال مع المدرب دوساب. خالد بن يحيى قلنا عمل نتائج مشرفه مع الترجي، 6 انتصارات 7 تعادلات وهزيمه واحده في 14 مباراه. هزيمه كانت ضد نادي حمام الانف، هذا الفريق يلعب امامه اليوم الجوله الاولى اياب، يعني في مباراه الذهاب الترجي هزيمه وحيده كانت ضد نادي حمام الانف. يعني قلنا اسباب موضوعيه ولا عوده البرتغالي اهم معرفته الجيده بالاجواء داخل الفريق. هذا الفني كسب خبره كبيره في الملعب العربيه والاوروبيه، كسب من الخبره الكثير لعب مع المدرب الداهيه البرتغالي جوزي مورينو. مرايش من مواليد 65، واكيد انه باش تقع مراجعه بعض الامور الفنيه والتكتيكيه. كل مدرب طبعا عنده خياراته الفنيه والتكتيكيه، لكن هذا اللي منع من القول بانه خالد بن يحيى عمل قام بعمل كبير مع الترجي رغم انه خذا بزمام الامور في الفريق في ظروف صعبه وصعبه جدا، اهمها خروج الفريق في ذلك الوقت من مسابقه رابطه الابطال. هذه اعاده مخالفه مرتكبه على المحيلسي. تشكيله الترجي على اليمين سامح الدربالي، على اليسار حاتم الجاوي، في محور الدفاع يعقوبي والذوادي، حسين الراقد وغيلان الشعلالي، زوج لاعبين ارتكاز قدامهم، على اليمين دريس المحيلسي، على اليسار ايمانويل كروز البرازيلي ونيونغ، قلب هجوم صريح. سنتابع عن قرب امكانيات كروز وايضا اجوك في هذه المباراه. تبع العمليه، ترجع كروز عند الكره، يحذر لدريس المحيلسي، توزيع في دين الحارس العربي المجري. هذا اللقاء رقم 114 لحساب البطوله الوطنيه لكره القدم بين الفريقين. قلنا فما البرتغالي جيمي جوفي المكلف بالتقييم والمتابعه والاحصائيات، وهي خطه جديده في الفريق اضافه الى المعدل البدني البرتغالي جواو، وباش يكون الى جنبه صبري البوعزيزي فيما يواصل جون جاك تيزي مهمته كمدرب لحراس المرمى في الترجي الرياضي التونسي. مهدي الرصاصي وفراس العساوي يتواصل غيابهم على تشكيله نادي حمام الانف.
بعد إجراءهم عمليتين جراحيتين على الأرض المتقاطعة. هذا ما أفادنا به الإسكندر البركاتي المتصرف الإداري لفريق نجي حمام الأنف. ترجع الكرة من حسين الراقد محمد علي العقوبي. قمة لقاءات هذه الجولة تكتمل غدوة باش يجمع النادي الصفاقسي بضيفه نجم النادي الساحلي، لقاء باش تبعوه مباشرة على القناة الوطنية الأولى. يرجع التماس لصالح نادي حمام الأنف. تعود الكرة باهية من كروز تمشي في اتجاه الجوك. سريع هذا اللاعب، قلنا قدم مباراة كبيرة في اللقاءات الودية الأخيرة للترجي، آخرها سجل خلالها ضد مستقبل سيمان 3 أهداف كنتوا تشاهدوا فيه ديوك. الوقوف على حقيقة إمكانيات النيجيري والبرازيلي في هذه المباراة. ترجع الكرة لصالح نادي حمام الأنف. سلام القصداوي لكن ما ياخذهاش اسماعيل جاكيتي. او امامكم جاكيتي مهاجم سريع عنده فنيات كبيره. وهذا اجوك سامويل اجوك. عشرة دقائق على الانطلاق هذا الشوط الاول من لقاء نادي حمام الانف والترجي. النتيجه تعادل دون اهداف الى حد الان. ترجع في اتجاه ديدي البري يتبع فيه سامح الدربالي، يبعد على الدربالي لكن التوزيعة ما كانتش كيف ما يلزم. حسين الراقد، الراقد يحط كولة مباشرة في التماس. حسين الراقد اللي عمل مباريات كبيرة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس أفريقيا الأمم. هذا أمامكم ديدي البري. الحكم أمير لوسيف في اللقاء السادس إلى حد الآن في البطولة الوطنية يتعب التماس في مناطق الترجي. تتعدى الكرة معاذ بن شريفية، لمسة بالصدر من حاتم البجاوي. نيونغ وخطأ في عملية ترويض الكرة، خطأ أول والثاني ضده في دفع المهاجم. نيونغ يتساءل لكن نعرف نيونغ يلعب يعول ياسر على اليقظة البدنية. شوفوا كيفاش يحط كتفه نيونغ مع اللاعب والظهر ايضا، ما يخليش الامكانيه المدافع باش ياخذ معاه الكره. شوفوا التحضير بالزر من حاتم البجاوي المعاذ بن شريفيه كنا نحكيو عليه منذ قليل. ترجع الكره هذا محمد السلامه في اول مباراه ليه مع نادي حمام الانف بعد تجربه مع النجم الرياضي الساحلي. انتداب باش يكون عنده وزنه في تشكيله المدرب جيرال بشير لما يتمتع به محمد السلامه من خبره وامكانيات فنيه وبدنيه عريضه. الراقد يرجع لشمس الدين الذوادي. محمد علي العقوبي ثنائي محور دفاع الترجي. المحيرسي يرفع كره لنيونغ. نيونغ تعديها الكره ذي وترجع لدفاع نادي حمام الانف. كروز في التغطيه. الراقد راسيه. حاتم البجاوي ياخذ كرة من قصيرة كانت من غيلان الشعلاني لاعب ارتكاز إلى جانب حسين الراقد. ترجع الكرة لحاتم البجاوي الظهير الأيسر للترجي حامل رقم 6 أمامكم. كروز يفقد توازنه وما كانش اللاعب الوحيد يفقد توازنه لحد الآن. دي ديبري أيضا يعني كنجانك. تبدو أن أرضية الميدان مبللة قليلا رغم أني ما فماش أمطار. نشانك إعادة تسديدة قوية لكن كانت بعيدة على مرمى الحارس العربي المجري. شمس الدين الثوادي دفع من الخلف ما فماش مخالفة يقول حكم أمير لوسيف. دريس المحيرسي المحيرسي كورتو مخطئة تمشي لسيف الله المسكيني
ترجع الكروز بهي العملية الفنية، يحط كرة المحيسي فرصة هدف للترجي وتضيع على دريش المحيسي، فرصة كبيرة ضاعت على الترجي عن طريق دريس المحيسي. 8 نقاط تفصل الترجي على صاحب التلاعب على النادي الافريقي، هذا غير الشعلاني. 3 تعادلات متتالية للاحمر والاصفر الى حد الان. هي عاد الفرصة الاخيرة اللي اتيحت للترجي، تحذير من كروز المحيسي، كان معاه المدافع سيف الله حسني. ترجع الكرة بالتماسي صالح الترجي، هذا أمامكم سيف الله المسكيني. تعود الكرة مباشرة من محيسي لحارس مرمى نادي حمام الأنف العربي المجري. سمعتوا منذ قليل في استوديو التحليل مع زميلي اسكندر الحجام وضيفيه بسام ماري وفتح العبيدي تقديم لهذه المباراة الهامة للفريقين. تابع هذا الهجوم من نادي حمام الأنف اسماعيل جاكيتي، توزيع في القائم الثاني وسامح الدربالي. سامح الدربالي في القائم الثاني في الوقت المناسب، خرج الكرة الركنية أمامك سامح الدربالي الظهير الأيمن للترجي. شوفوا كيفاش لمسة رأسية خرج بها الكرة الركنية لتفادي خطورة هذه الكرة في القائم الثاني. تلعب الركنية معاذ بن شريفية، ترجع من جديد من محمد أمين المهذبي، تعود للترجي غيلان الشعلاني. سامويل إديوك لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري، مخالفة يقول الحكم أمير لوسيف. واضح، واضحة كانت المخالفة، واضحة كانت المخالفة ضد نادي حمام الأنف. ترجع للراقد ثم معز بن شلفية. جينا نقلب الربع ساعة لعب في هذا الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة. البرتغالي جوزي مانويل مورايش مدرب الترجي القديم الجديد في أول لقاء رسمي لي مع الترجي، أجرى أول حصة تدريبية يوم الثلاثاء الماضي، ما كانش قدامه متسع من الوقت التحضير لهذه المباراة الهامة، لكن معرفته بأجواء وإمكانيات اللاعبين ساعدته طبعا على الأعداد السريعة لهذا اللقاء. حسين الراقد حاتم البجاوي، قلنا السياسي اعتمد الترجي في انتداب المدربين اللي يعرفوا الترجي عن قرب. شوفوا تبادل الكرات بين النيجيري والبرازيلي، توصل حاتم البجاوي. حاتم البجاوي الراقد يطلب الكرة، بحذاها كروس، مراوغة أولى وثانية ترجع لحاتم البجاوي. جوك تماسي صالح نادي حمام الأنف. حاتم البجاوي أمامكم، قلنا الاعتماد على المدربين اللي يعرفوا الترجي عن قرب، حتى ما يلقاش المدرب صعوبة في التأقلم مع أجواء الفريق والقرب أكثر من اللاعبين. التجربة عاش الترجي فوزي بنزرتي، دو سابر، دو كاستيل، الكنزاري، معلول، كرول، خالد بن يحيى، ثم العودة للبرتغالي مورايش. الاعتماد على الإطار الفني اللي يعرف عن قرب الفريق. باهي التوزيعة، التحذير من محيسي غيلان الشعلالي، يرجع للمحيسي. شوفوا قديش أكثر من لاعب فقد توازنه إلى حد الآن بسبب تبدل وبما أرضية الميدان. تخرج كرة ركنية لصالح الترجي العربي المجري أمامكم، قدامه لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري المنتدب من الترجي إجوك. دريس المحيسي يلعب الركنية رأسية من شمس الدين الزوادي، تعود لصالح نادي حمام الأنف. 15 دقيقة لعب. راقد كروز محمد سلامة، قص الكرة ترجع سلامة القزداوي.
كرة طويلة في اتجاه إسماعيل جاكيتي، حسين الراقد، شمس الدين الثوادي، جاك، ثم تعود الطويلة الكرة من محمد أمين المهدبي، فما سامح الدربالي صاحب التجربة والخبرة الطويلة الظهير الأيمن الترجي غيلان الشعلالي. نجان لم يحسن ترويض الكرة، عملية كونترول ما كانتش كيف ما يلزم. شمس الدين الثوادي رأسية لمعز بن شفية، محمد علي يعقوبي، غيلان الشعلالي، حسين الراقد يلعب مع سامح الدربالي، يرجع للشعلاني. اكيد قاعدوا تلاحظوا، قاعدين تلاحظوا في الكرات القصيره اللي اعتملها الترجي لمسه واحده للكره، يعني الكره قاعده تلعب بسرعه وتدور على اللاعبين بسرعه. هذا دريس المحيرسي امامكم باش يتولى تنفيذ الركنيه على يسار الحارس عربي المجري، متابعه كانت من فهمي بن رمضان. هذا اللاعب قلنا بعد غياب دم 4 أشهر تتلعب الركنية في محور الدفاع على عربي المجري. طول قامة هذا الحارس تسمح له باش ياخذ الكرة دون صعوبة. حسين الراقد فما مخالفة، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان، والبرازيلي كروز أمامكم. الحكم باش يقوم بعملية إسقاط للكرة وتعود للترجي. إمكانيات كبيرة لكروز، إياك على الأقل نقول إمكانيات فنية. واضح اللاعب من خلال لمس الكرة، وتمركزوا أيضا على الميدان. هذا يانيك نجان أمامكم. الترجي يحسن التعامل مع الانتلابات خاصة على مستوى خط الهجوم. نذكروا مليح مايكل إيرامو، إضافة كبيرة على الخط الأمامي للترجي. غيلان الشعلالي ومرة أخرى يفقد التوازن، مرة هذه سامح الدربالي. سلام القزداوي، 20 دقيقة. شوفوا المراوغة اللي قام بها كروز في مناسبة أولى. أو أمامكم البرازيلي. مانيو كروز، شوفوا المراوغة حلوة كانت المراوغة كروز، وهذا مش غريب على اللاعبين البرازيليين. محمد علي يعقوبي، إيجوك كانت طويلة الكرة على النيجيري، تخرج بالتماس لصالح نادي حمام الأنف. حاتم الفجاوي، إيجوك مرة أخرى، زمان إيجوك تمشي على اليمين، سامح الدربالي، إن شاء الله تلعب الكرة، خذها متابعة من سيف الله حسني، يرجع الحسين الراقد، كروز مرة أخرى، جان تباطأ من هذا المهاجم، ورغم هذا خذ الكرة، التحضير لإيجوك، وتخرج الكرة الركنية، أو أمامكم لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري. في أول لقاء رسمي مع الترجي، تحضير كان من سامح الدربالي. الكرة تضرب كما لاحظتوا في أمين الصفاقسي، وتخرج ركنية على يسار الحارس العربي المجري. كروز في التنفيذ، رأسية من شمس الدين الثوادي، ترجع من بشير، دربالي في التغطية، حسين الراقد، إيجوك،
يرجع بالكرة المعز بن شريفية، محمد علي اليعقوبي، سامح الدربالي، شمس الدين الذوادي، كروز. قصيرة كانت الكرة، يفكها اسماعيل جاكيتي سريع هذا المهاجم، تسديدة معز بن شريفية، الخبرة. شوفوا من كان واقف معز بن شريفية في نفس اتجاه الكرة، في نفس التراجيكتوار نتاع الكرة، يعني هذا التمركز السليم للحارس معز بن شريفية. ركنية لصالح الترجي. شوف الكرة كانت قصيرة من كروز، ينطلق ديدي لبري أو إسماعيل جاكيتي يسدد، يعرف وين يقف معز بن شريفية، ياخذ كورته. تبع الركنية لصالح الترجي، تتنفذ مرة أخرى في المحور، ومرة أخرى العربي المجري دون صعوبة ياخذ الكرة. فما انذار باش يرفع من الحكم أمير وصيف. شمس الدين الذوادي، كان بإمكان الذوادي إذا كان فما انذار ربما يكون انذار شفوي بالفعل، لكن على كل حال كان بإمكان شمس الدين الذوادي تفادي هذا الانذار الشفوي. شفنا ما كانش فما حتى داعي، شمس الدين الذوادي باش يقوم بهذه العملية ويعطل العرب المجري على إرجاع الكرة. ثم بعض الحركات والتصرفات اللي بإمكان اللاعبين تفاديها تجنبا للإنذارات. تتلعب ركنية طويلة ما زالت في مناطق الترجي، فما التغطية من حاتم البجاوي. شوفوا حاتم البجاوي يمشي على الجهة اليمين للقيام بالتغطية، غيلان الشعلاني، كروز يلعب مع الجوك إيديوك، سموال إيديوك، وتعود الكرة لصالح نادي حمام الأنف عن طريق سيف الله المسكيني. لاحظوا كم من مرة يفقد لاعب توازنه على أرضية الميدان، سواء كان نادي حمام الأنف أو الترجي. حسين الراقد، إيديوك، حاتم البجاوي، يعني كينجانغ. حاتم البجاوي مشى طلب الكرة، إدريس المحيرسي، ما كانتش مقصودة العملية، لأنه المحيرسي كان حب يخلط على الكرة، والتايمينغ صحيح للعربي المجري. شوفوا إعادة حاتم البجاوي، ثم مدافع قام بالتمويع للكرة، خلى الكرة لحارس المرمى إدريس المحيرسي، حاول استغلال هذه الكرة مع خروج الحارس عربي المجري. كان الاستدامة العفوي إن شاء الله لاباس لحارس النادي حمام الأنف، حارس سبق له تقمص أزياء الترجي. الحكم أمير لصيف من رابطة الوسط الشرقي بمنستير يأمر بإيقاف اللعب، وهذا تدخل حاتم البجاوي في العملية الأخيرة قدام سيف الله حسني، وخروج إسماعيل جاكيتي في التمريرة الأخيرة لكروز، كانت تمريرة مخطئة. وهذا بنك احتياط نادي حمام الأنف، معين شعباني، جلال بشار، ومدرب الحراس خالد المغزاوي حارس النادي الإفريقي سابقا. ترجع الكرة بتماس لصالح نادي حمام الأنف، والتنفيذ لمحمد أمين المهذبي، محاسبة سيقة من حاتم البجاوي لإسماعيل جاكيتي. تابعوا التنفيذ، هذا التماس، تتلعب الكرة طويلة، شمس الدين الذوادي مرة أولى ومرة ثانية. ستة وعشرين دقيقة لعب، والكرة الأخيرة فوق مرمى معز بن شريفية،
ضربة مرمى لصالح الترجي. هاي إعادة للكرة الأخيرة. بنك احتياط الترجي كنا نشاهده في حسان الحرباوي، هيثم جويني، علي العابدي أيضا، سامح الدرباي، حسين الراقد يلعب مع إجاك، إسماعيل جاكيتي، غيلان الشعلاني، غيلان الشعلاني مرة أخرى يقص الكرة، ترجع من دريس محيص، سيكلوز، حسين الراقد، إجاك مخطئ الكرة من النيجيريا أمامكم. ألف تذكرة وضعت على ذمة أحباء نادي حمام الأنف، لكن كيف ما أفادنا منذ قليل رئيس النادي سيد عادل الدعداع يقول ما فماش أكثر من 400 و500 متفرج يحضر هذه المباراة، وهيئة الهمامة تطالب، هيئة الإنقاذ تدعو جميع الأطراف للالتفاف حول النادي ومساعدته ماديا حتى يتجاوز هذه الفترة الصعبة مع عودة نشاط البطولة الوطنية في الجولة الأولى من مرحلة الإياب الدفعة الأولى. ضربة مرمى لصالح الترجي، معز بن شلفية، يعني كنجانغ سموال إيجوك، حاتم بجاوي، حاتم بجاوي باش يلعب التماسي صالح الترجي، الظهير الأيسر للأحمر والأصفر المنتدب من الملعب التونسي، مدافع سابق للنجم الرياضي الساحلي. تعود الكرة حسب قرار الحكم أمير لوصيف لنادي حمام الأنف، يتلعب بالتماس، حسين الراقد في التغطية قدام سلامة القزداوي، إيجوك خطير، خطير النيجيري، خطير النيجيري، وكان بحذاه دريس المحيسي، دريس المحيسي كان في وضعية سانحة، كان في وضعية سانحة للتهديف، إيجوك كان بالإمكان التحضير للمحيسي في هذه العملية الأخيرة للترجي. هذا محمد سلامة اختار الحل الفردي، شوفوا كروس، تدخل محمد سلامة، خطأ يقول الحكم أمير لوصيف. نتابع هذه الكرة الثابتة لصالح الترجي، فما دريس المحيسي، وهذا العربي المجري، دريس المحيسي قدام جانك باش يتولى تنفيذ هذه الكرة الثابتة لصالح الترجي. هل تأتي بالجديد هذه المخالفة؟ جانك ينفذ، كرة تخرج ركنية لصالح الترجي. أو أمامكم مهاجم الترجي، الركنية هذه المرة إعادة، الكرة ضربت في فهمي بن رمضان، الكرة على يمين العربي الماجري، كروز في التنفيذ، ينفذ كروز في القائم الأول، ترجع الكرة من ديدي لبري، ثم إسماعيل جاكيتي، إسماعيل جاكيتي مخطئ، ترجع من سامح الدربالي، شمس الدين الذوادي، نجانغ يروض الكرة بصدره ويسدد باليسار،
كرة جانبية ضربة مرمى لصالح نادي حمام الأنف. هذه الإعادة ويسدد باليسار فهمي بن رمضان، مازال ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله لاباس. كرة عداد جانبية للقائم الأيسر لمرمى الحارس العربي المجري، بالفعل فهمي بن رمضان ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله لاباس. وهذا مدرب نادي حمام الأنف جلال بشار أمامكم. فهمي بن رمضان العائد بعد غياب دام 4 أشهر بسبب تعرضه لإصابة، يقوم إذن فهمي بن رمضان لاباس. إعادة العملية الأخيرة اللي أتيحت للترجي. مانويل مورايش أمامكم البرتغالي في أول لقاء مع الترجي في حديث وحوار مع النيجيري إيجوك. ثلاثين دقيقة لعب إلى حد الآن في لقاء نادي حمام الأنف والترجي، اللقاء رقم 114 لحساب البطولة بين الفريقين. لا تغيير في النتيجة، ما زال التعادل دون أهداف بين الفريقين. حاتم جاوي يحط كرة في القاعة ويلعب المخالفة مع شمس الدين الزوادي. محمد علي اليعقوبي يخرج سامح الدربالي يطلب الكرة. الزوادي الجوك ترجع من سيفر المسكيني ثم اليعقوبي مرة أخرى. غيلان الشعلالي لعب الارتكاز مع حسين الراقد ومخالفة، يقول أمير لصيف الحكم الرئيسي للقاء. هذا أمامكم نجانج يتعرض الإصابة والحكم يطلب تدخل الفريق الطبي. شوف حتى في لاعبين نادي حمام الأنف يطلبوا تدخل. كانت رجل اليمنى لمدافع نادي حمام الأنف في وجه نجانج، وهذا ما خلاه يتعرض لإصابة. تدخل طبيب الفريق الدكتور ياسين بن أحمد. إن شاء الله لاباس لمهاجم الترجي. جانج مازال موقع على أرضية الميدان. 33 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة. إعادة للعملية الأخيرة اللي تعرض خلالها جانج الإصابة. يقوم لاباس العادل الأطرش المدرب المساعد الثاني لمرايش باعتبار المدرب المساعد الأول هو البرازيلي برونو، كان مع الإطار الفني للبرتغالي مورايش إلى جانب المكلف بالتقييم والمتابعة والأحصائيات، وهي خطة جديدة في الفريق. طقس جميل هنا في الملعب البلدي بحمام الأنف، تنظيم محكم. شمس الدين الزوادي والراية ترفع بقليل من التأخير من الحكم المساعد الثاني مخلص العجيمي. قلنا تنظيم محكم سواء كان من لجنة التنظيم التابعة لنادي نادي حمام الأنف أو من الأمنيين المتواجدين في الملعب وأيضا خارج الملعب. وفروا كل الظروف المريحة حتى تجرى هذه المباراة في ظروف طيبة. تحية مجددا لكل الأمنيين على مجهوداتهم المتواصلة خدمة للرياضة التونسية وللشعب التونسي بصفة عامة. دريس المحيلسي المحيلسي يواصل العملية للترجي، ضغط على حامل الكرة بزوز لاعبين. نادي حمام الأنف قاعدين تلاحظوا ما يحبش يخلي المساحات للاعبي الترجي، يحبذوا اللعب في المساحات، تضييق المساحات أمام مهاجمي الترجي ما يخليهمش الإمكانية.
باش يلعبوا براحة. شفتوا الضغط على حامل الكرة، شوفوا نجانج يلقى وراه مدافع. المساحات شبه مفقودة قدام لاعبية الترجي لحد الآن. ترجع الكرة طويلة في التخت يا محمد علي يعقوبي، مخالفة يقول الحكم أمير لوصيف. مهم جدا كابدا الحكم يعني يقوم دوره في راحة كبيرة ومش متشنج يعني وما يتسرعش، حتى اللاعبين أيضا يخليهم يكونوا على راحتهم أكثر. يعني الحكم اللي يتسرع ويصفر برشا ويجري برشا ويأخذ قرارات برشا ويكون على امتداد 90 دقيقة يعني متشنج، ما يخليش اللاعب على راحته. مهم جدا باش يكون الحكم مبتسم في أغلب الأوقات. مع الصرامة طبعا كلوز، تسديدة رأسية ما كانتش صعيبة وبعيدة، بعيدة على مرمى الحارس العربي المجري أمامكم البرازيلي ثم العربي المجري قائد فريق نادي حمام الأنف وحارس مرماه. توزيعة طويلة في اتجاه إسماعيل جاكيتي، خطير هذا المهاجم، لو ما فقدش توازنه ربما كانت العملية تكون أخطر على دفاع الترجي. إيجاك يبحث على المساندة، إدريس محيسي كان في ظهر المدافع، صعيب باش تخلط الكرة، يتعب بالتماس مع كروز. ترجع لحاتم بجاوي، شفتوا قلة وجود المساحات أو انعدامها تخلي الترجي يلعب الكرات القصيرة والسريعة لمباغة المنافس، يعني ما يخدش راحته. الخط الأمامي وسط ميدان الترجي، وهذا ما يخليه يعتمد الكرات القصيرة والسريعة في نفس الوقت لمباغة المنافس وعدم منح الوقت للتمركز. سموال إدياوك بعد غيلان الشعلاني ثب الكرة واخذها تغطية. شوفوا قيمة المحاصرة اللصيقة والضغط على حامل الكرة محمد علي يعقوبي. شوفوا يلعب فريق نادي حمام الأنف، اليعقوبي سامح الدربالي، خطير العملية في دين الحارس العربي المجري، سامح الدربالي. نجان كان موجود، خطيرة العملية لصالح الترجي. 38 دقيقة لعب، محمد علي يعقوبي رأسية ما كانتش قوية وخروج موفق لمعز بن شلفية. ثم مخالفة، عملية اعتراض اوف سيليكسيون من دريس المحيرسي. شوفوا لمسة رأسية من محمد علي يعقوبي ما كانتش قوية، كادت تكلفهم غالي. إعادة العملية الأخيرة من سامح الدربالي. نجان كان موجود في القائم الأول. حاتم البجاوي في التغطية، رجع الكرة سلام القزداوي، يتيحوا فما مخالفة، مخالفة ضد غيلان الشعلاني. السلام القزداوي شر لباس، السلام القزداوي مازال ملقى على أرضية الميدان. إعادة فما مخالفة، التدخل على الرجل اليسرى لسامح الدربالي من زاوية أخرى. مشكورين كل زملائنا اللي أمكم هذا النقل المباشر من الملعب البلدي بحمام الأنف لقاء الترجي ومضيفه نادي حمام الأنف المخرج محمد مزيان، كامل الطاقم التلفزي لمؤسسة التلفزة التونسية. مخالفة والتنفيذ لبشار، هذا معاذ بن شلفية. جينا نقرب من دقيقة 40 من في توقيت الشوط الأول من هذا اللقاء، ليحمل رقم 114 بين الفريقين لحساب بطولة تتنفذ رأسية وجانبية. جانبية مرت القائم الثاني لمرمى الحارس معاذ بن شلفية. الإعادة، شوفوا الإعادة خطيرة مثل هذه الكرات. بشار في التنفيذ، رأسية من سلام القزداوي،
مرة جانبية للقائم الأيمن لمرمى الحارس معز بن شريفية. سامح الدربالي يخرج على مكانه يقدم شوية، يرجع محمد علي اليعقوبي للتغطية. حاتم البجاوي تمس حسب إشارة الحكم المساعد الأول مروان سعد، أو أمامكم حاتم البجاوي يلعب التماس مخطئ من حسين الراقد، لعب الارتكاز الدوري باية من غيلان الشعلاني. حسين الراقد مرة أخرى ترويض وكورة في اتجاه جانج، لكن تخرج تمس. خليكم مع استوديو التحليل بعد نهاية هذا الشوط الأول. زميلي اسكندر الحجام وضيفي في البلاتو للحديث حول كل النقاط الفنية والتكتيكية الخاصة بهذا الشوط الأول. مخالفة ضد الترجي يربحها المهاجم إسماعيل جاكيتي، إعادة من زوايا مختلفة لهذه العملية. مخالفة لنادي حمام الأنف محمد سلامة، باهية من سلامة القزداوي. سامح الدربالي مع بوشالي فوق الكرة، ترجع لصالح الترجي. فما مخالفة، فما مخالفة أصاب الحكم أمير لصيف. مخالفة ربحها حسين الراقد. مبتسم أمير لصيف دائما. شوفوا إعادة، شوفوا العملية التدخل من سيف الله المسكيني على حسين الراقد. واضحة الكرة، واضحة المخالفة. كيف فما داعي للنقاش الحكم حول هذا القرار؟ الاعتراف بالخطأ لتسهيل مهمة حكم المباراة وعدم التشكيك في قراراته سواء كان الترجي أو لنادي حمام الأنف. ترجع الكرة طويلة، شمس الدين الذوادي مع اسماعيل جاكيتي، مناسبة أولى وثانية. جوك حاتم البجاوي يرجع للنيجيري مرة أخرى، لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري سمواد إديوك في أول لقاء رسمي ليه مع الترجي قبل البلاء الحسن في اللقاءات الودية، آخرها ضد قلنا اتحاد مستقبل سليمان. سجل 3 أهداف في مباراة الودية هذه. شوفوا الإعادة، المخالفة كانت واضحة من حاتم البجاوي. شارج يعني على لاعب نادي حمام الأنف. بوشار دائما في تنفيذ الكرة الثابتة لنادي حمام الأنف. ننتظر التنفيذ، هل تأتي هذه المخالفة بالجديد لنادي حمام الأنف؟ تتنفذ مقوس الكرة خطيرة ومعز بن شريفية في الموعد. معز بن شريفية ياخذ كرة الهدف، كاد يكون الهدف الأول لصالح نادي حمام الأنف. شوفوا الإعادة، ما كانتش قوية التسديدة، كانت بخارج الرجل. شوفوا بالإكستيلير بخارج الرجل الكرة، هذاك علاش ما كانتش قوية. خذاها معز بن شريفية، لو كانت بداخل الرجل يعني بالانتيريور ربما كانت تكون أقوى الكرة. وفي القائم الثاني كرة كانت بخارج الرجل، اللاعب ما كانش على القاع، وذاك علاش الكرة ما مشاتش قوية وأمكن لمعز بن شريفية التصدي. خطيرة العملية لنادي حمام الأنف. جينا نقربوا من نهاية الشوط الأول، التوقيت الأصلي للشوط الأول دقيقتين بفعل، زوز دقائق وقت بدل ضاع. أمامكم الحكم الرابع محمد السبوعي، الحكم أمير لصيف أضاف دقيقتين كوقت بدل ضائع لهذا الشوط الأول من مباراة رقم 114 بين نادي حمام الأنف والترجي، وإعادة للعملية الأخيرة. غيلان الشعلاني، محمد علي اليعقوبي، ترجع الكرة لمعز بن شريفية حارس مرمى الترجي. الضغط على حامل الكرة في مناطق الترجي،
غيلان الشعلالي، والكيفية اللي حاول الترجي الخروج بها بالكرة من مناطقه مخالفة، مخالفة واضحة لنادي حمام الأنف. دقيقتين وقت بدل ضاع، أضاف الحكم أمير لوسيف من رابطة الوسط الشرقي بالمنستير. هل نرى جديد في الدقيقتين وقت بدل ضاع أم ننتظر الشوط الثاني لمعرفة النتيجة النهائية للمباراة؟ فما لمسة الكرة باليد ضد نادي حمام الأنف وتحديدا ضد سلام القزداوي. مانويل مرايش أمامكم على الصورة، وإعادة مرة أخرى. شوفوا الكرة كيفاش ضربت في يد ديدي ليبري، مخالفة كانت واضحة. إسماعيل جاكيتي يتبع فيه لاعب الارتكاز غيلان الشعلاني، يقص الكرة يرجع لحسين الراقد. كنت تشاهده في جيرال بوشار. إدريس المحيرسي سمعتوا في بداية قبل بداية المباراة مع زميلي عبد الرحمن العش تحدث عن أفول لاعب الترجي اللي كان قريب من صفقة مع نادي الوحدة الإماراتي، ألغيت الصفقة لأسباب مادية. أفول موجود حاليا في أكرا، هو وقتيا على ذمة الترجي في انتظار تصويت وضعيته. خروج العكيشي أيضا، هل سيترك الفراغ في الخط الأمامي للترجي؟ تنشوفوا بوجود إدياكوا كروز واستمرار نجانك في مهمته في الخط الأمامي للترجي. تابوا هذه المخالفة، نجانك يلعب الكرة مقوسة عالية برشا، كرة مباشرة ضربة مرمى. وأعلان حكم المباراة أمير وصيف نهاية الشوط الأول بين الترجي ونادي حمام الأنف بتعادل الفريقين دون أهداف. خليكم معنا ما تغادروش القناة الوطنية الأولى، فما استوديو التحليل مع زميلي اسكندر الحجام. بالنسبة لي نقول لكم نلتقي مع بداية الشوط الثاني لهذا اللقاء، إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام أو في القناة الوطنية الأولى، أحباء الرياضة، عودة مجددا إلى الملعب البلدي بحمام الأنف. بعد قليل ينطلق الشوط الثاني من لقاء نادي حمام الأنف وضيفه الترجي التونسي. نتيجة التعادل دون أهداف انتهى على أثر الشوط الأول من هذا اللقاء اللي يحمل رقم 114 لحساب البطولة الوطنية لكرة القدم بين نادي حمام الأنف والترجي. 9 انتصارات لنادي حمام الأنف، 66 انتصار الترجي و28 لقاء انتهى بالتعادل بين الفريقين. فما تعديل على ورقة التحكيم في الاحتياطيين الموجودين على ذمة الترجي التونسي، رقم 12 موش وسيم النغموشي وإنما شمس الدين السانتي. إذا قلنا اللقاء رقم 114 حساب البطولة الوطنية بين الترجي ونادي حمام الأنف، وعطينا الأرقام لمدى بها مشكورة زميل عماد الكيلاني. 1000 تذكرة وضعت على ذمة الأحباء في هذا اللقاء، وما كناش قاعد نشوفوا في أكثر من 500 محب يحضروا في هذه المباراة. طاقم تحكيم من رابطة الوسط الشرقي بالمنسيل، هذه إعادة لأبرز العمليات اللي أتيحت في الشوط الأول من هذه المباراة. الجديد في تشكيلة الترجي، دخول لأول مرة البرازيلي كروز والنيجيري إديوك في أول لقاء رسمي مع الترجي تحت إشراف المدرب البرتغالي القديم الجديد العائد جوزي مانويل مورايش لتدريب الفريق. وانطلاق الشوط الثاني من المباراة، فماش تغيير في تشكيلتي الفريقين مع انطلاق هذا الشوط الثاني. بعجلة الترجي، معاذ بن شفية، حسين راقد، محمد اليعقوبي، إديوك، حاتم الفياوي، سامح عبد البالي، شمس الدين الذوادي، غيلان الشعلاني، إيمانويل كروز، ودريس معيسي، وانجون.
يدرب الفريق البرتغالي العائد جوزيه مانويل مرايش، ونادي حمام الأنف العربي ماجد محمد من مذبي فهمي بن رمضان أمين صفاقسي سيف الله حسني سيف المسكيني محمد سلامة ديدي البري ميكائيل بشار إسماعيل جاكيتي وسلام القزداوي جيرار بشار يدرب الفريق. يدير لقاء طاقم تحكيم من رابط الوسط الشرقي بمنستير أمير لوسيف كحكم رئيسي، المساعد الأول مروان سعد، المساعد الثاني مخلص العجيمي، الحكم الرابع محمد صبوعي، ورقم مقابلة جمال بركات. انطلاق الشوط الثاني ونتيجة التعادل دون أهداف في الشوط الأول من هذا اللقاء. بالنسبة للقاءات اللي لعب فيها نادي حمام الأنف كمضيف 51 مباراة جمعت فريقين، انتصر خلال الفريق نادي حمام الأنف 6 لقاءات، نعاود نقول كمضيف 15 لقاء وفاز بالتعادل، والترجي انتصر في 30 مباراة كضيف. كروز يلعب الركنية ترجع قدام حسين الراقد، سمعتم من منذ قليل التحليل الفني من خلال استوديو التحليل مع فتح العبيدي وبسام ماري وزميلي اسكندر الحجام، التحليل الفني الخاص بالشوط الاول من هذا اللقاء. 6 مباريات جاوزت الكره الخط النهائي، واضح 6 لقاءات تجرى في الدفعه الاولى من الجوله الاولى لمرحله الاياب اليوم، وتكتمل الجوله بزوز لقاءات غدوه. النادي الافريقي يستضيف النجم التلوي، والنادي الصفاقسي يستقبل النجم الساحلي في قمه لقاءات هذه الجوله الاولى من مرحله اياب بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. جان جوك لما تخطي على الكره، عمليه انتهت بضربه مرمى حسب قرار الحكم امير لصيف، هي اعاده. التغطية كانت من سيف الله حسني، أو أمامكم سيف الله حسني. مرايش العائد للترجي بعد تجربة موسم 2008-2009 ياخذ مكان خالد بن يحيى، بعد ما حقق خالد بن يحيى 6 انتصارات 7 تعادلات وهزيمة وحيدة في 14 مقابلة مع الترجي. كرة من كروز بعيدة كانت على المحيرسي، العربي المجري ياخذ الكرة لجيرال بوشير، ولا مانويل مرايش قام بتغيير مع انطلاق هذا الشوط الثاني. بوشير حاول التحضير لاسماعيل جاكيتي، ثم تغطية من حاتم بجاوي، ما تخرجش الكرة تماس سريع اسماعيل جاكيتي يخرج كرة، ثم تغطية من شمس الدين الذوادي ومحمد علي يعقوبي، ترجع قدام ديدي لبري، يعقوبي مرة أخرى في التغطية والكرة تعود لصالح الترجي، تضرب الكرة بصفة عفوية في محمد سلامة أو أمامكم، كرة تدريس المحيرسي تضرب في محمد سلامة ويقوم لباس سلامة في أول مباراة ليه مع نادي حمام الأنف بعد تجربة مع النجم الساحلي هذا معز بن شرفية. سمعتوا النتائج الخاصة بالأشواط الأولى في الست مباريات المبرمجة لهذا اليوم. غيلان الشعلاني، شمس الدين الذوادي، ما تخرجش النيجيري إيديوك، ترجع لصالح نادي حمام الأنف بشار مرة أولى ومرة ثانية، ترجع الكرة لجدي لبري، محمد سلامة، سلامة القزداوي، توصل الكرة لبشار، خطير جاكيتي يسدد الكرة تضرب في حاتم بجاوي، ترجع قدام غيلان الشعلاني، كروز، شمس الدين الذوادي، حاتم بجاوي، قدام إسماعيل جاكيتي، جانك ترجع لغيلان الشعلاني، الحكم يأمر بإيقاف اللعب، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من نادي حمام الأنف وهو اللاعب أمين الصفاقسي، كرة كانت من غيلان الشعلاني، أرضية الميدان تزلق، وإعادة للعملية الأخيرة، محاولة جاكيتي لكن الكرة ضربت في حاتم البجاوي،
لاعب قاعد يقوم بالحركات التسخينيه. هذا مرايش امامكم البرتغالي العائد الى الترجي. صحيح يعرف الاجواء في الترجي. بنك احتياط نادي حمام الانف مازال ملقى على ارضيه الميدان. امين صفاقسي ان شاء الله لاباس. اعاده للعمليه الاخيره الحكم امين لوسيف يامر بايقاف اللعب الى حين يقع اسعاف امين صفاقسي. جانب من احباء الترجي اللي يحضروا هذه المباراه على مدارج الملعب البلدي بحمام الانف. يقوم امين الصفاقسي لاباس لكن يخرج على حافه الميدان. وهذا الناحيه المقابله مشجعي وانصار نادي حمام الانف. قلنا 1000 تذكره وضعت على ذمة الأحباء لكن العدد والحضور ما كانش كما كان ينتظروا أو تنتظروا الهيئة المديرة للفريق. كروز دريس المحيرسي مباغتة وهدف، تسديدة مباغتة وهدف جميل جدا، هدف جميل جدا بإمضاء دريس المحيرسي. 8 دقائق لعب، شوف الترويض نتاع الكرة والمباغتة في التسديد، ما خلى حتى إمكانية للعربي الماجد باش يصدى. شوفوا إعادة العملية، كروز دريس المحيرسي باليمين وباليسار يضرب بسرعة، تضرب على القائم اليسار وتدخل شباك الحارس العربي الماجد. هدف جميل في الدقيقة الثامنة بإمضاء دريس المحيرسي باليسار، ما خلى حتى إمكانية للعربي الماجد. شوفوا المباغتة في التسديد، مش ركح الكرة ولا فكر، الترويض باليمين بسرعة سدد باليسار. دريس المحيرسي هدف ممتاز. الدقيقة الثامنة هدف مقابل شيء، الأسبقية أصبحت لصالح الترجي. الإمضاء دريس المحيرسي هدف جميل لصالح الترجي. ترجع الكرة، هذا التدخل من غيلان الشعلاني. إذا تتغير النتيجة هنا في الملعب البلدي بحمام الانف والتحق بنا الان على القناه الوطنيه الاولى في مباراه الترجي وضيف ومضيف نادي حمام الانف. النتيجه تغيرت، هدف مقابل شيء في الدقيقه الثامنه من الشوط الثاني. كروز مراوغه، عمليه فنيه حلوه، سامح الدربالي، دريس المحيرسي يمشي للسرعه القصوى. الترجي التحذير لنجانج، شوفوا الترجي كانوا زاد في السرعة، أصبحت العمليات أكثر سرعة وأكثر خطورة على دفاع النادي حمام الأنف. هدف جميل بإمضاء دريس المحيرسي في الدقيقة الثامنة. نذكر بأسبقية الترجي، جوزيه مانويل مرايش يتقدم في النتيجة في أول لقاء له مع الترجي بعد عودة. على رأس الإطار الفني للترجي، دامت غياب دام 6 سنوات. شوفوا أرضية الميدان تزلق، قلنا كروز فقد توازنه مرة أخرى. إسماعيل جاكيتي يعمل مراوغة لكن الكرة خرجت تماس لصالح نادي حمام الأنف. ضربة الكرة في شمس الدين الذوادي، جلال بشار مدرب نادي حمام الأنف. هدف ما كانش بالإمكان تفاديه، سرعة في التسديد والمباغتة من دريس المحيرسي. غيلان شعلاني، سامح الدربالي، ما توصلش لدريس المحيرسي. بشار مازالت لصالح نادي حمام الانف.
كرة طويلة في اتجاه سلام القزداوي، فما تغطية من محمد علي اليعقوبي يربح ضربة مرمى، هي إعادة الهدف كروز في مناسبة أولى. باليمين يمس الكرة باليسار باغت على القائم اليسار لمرمى الحارس العربي المجري إدريس محيسي، يعطي الأسبقية للترجي. الإعادة أمامكم لمن فاته الهدف، هدف الترجي، هدف إدريس محيسي. محمد سلامة تمس، أو أمامكم محمد سلامة في أول مباراة لي مع نجم حمام الأنف بعد تجربة مع النجم الساحلي. تمس والتنفيذ للظهير الأيمن سامح الدربالي، يرجع لمحمد علي اليعقوبي، شمس الدين الذوادي. طبعا ملخص لهذه المباراة وبقية لقاءات هذه الجولة الأولى من مرحلة إياب بطولة ثلاثة المحترفة الأولى لكرة القدم، لتكتمل بزوج لقاءات غدوة. ملخص لكل هذه اللقاءات إضافة إلى روبورتاجات عديدة وفقرات متنوعة ضمن برنامج الأحد الرياضي في ثوب جديد. غيلان الشعلاني ديوك، أوه كانت عملية لمحاولة المباغتة ذكية جدا من النيجيري، شاف الحارس العربي المجري مقدم بحث على مباغتته، خطير هذا اللاعب، حاول رفع الكرة، شوف باليسار حاول رفع الكرة بالحارس اللي كان مقدم باليسار، محاولة المراوغة ترجع الكرة لنادي حمام الأنف. سامح الدربالي في التغطية، يرجع الحارس مرماه معز بن شريفية، جوزيف يانيك نجانك، إدريس المحيسي بعيد الكرة، ثم العربي المجري في التغطية ياخذ كرته يرجعها قدام أمين الصفاقسي. إسماعيل الجاكيتي، حاتم البجاوي في التغطية، حسين الراقد، غيلان الشعلاني، سامح الدربالي. فشل صفقة علي صافول مع نادي الوحدة الإماراتي لأسباب مادية، أفول موجود حاليا في أكرا. هذه إعادة للعملية الأخيرة، سامح الدربالي، شوفوا الدفع كان من جيدي ليبري. كروز سموال إيديوك، ترجع له كورة من حسين الراقد، يحاول يبعد على محمد أمين المهذبي، تتواصل العملية لصالح الترجي. التوزيع بعيدة مباشرة، ضربة مرمى لصالح نادي حمام الأنف. هو نيجيري أمامكم، آخر لقاء ودي ضد مستقبل سيمان سجل 3 أهداف، أول لقاء رسمي ليه وأيضا للبرازيلي كروز وحتى للبرتغالي المدرب مورايش مع الترجي هذا الموسم. سامح الدربالي، محمد علي اليعقوبي، حاتم البجاوي، باهي التحضير من كروز، جوزيف يانيك نجانغ، ولا تغطية من سيف الله حسني. شوفوا كيفاش شمس الدين الذوادي فقد توازنه، التأكيد على أرضية الميدان المبلى، أكثر من لاعب منذ انطلاق المباراة فقد توازنه. ديدي ليبري، شمس الدين الذوادي، لكن فما صفت الحكم أمير لصيف يقول فما مخالفة قبل. هذا حسين الراقد، لاعب ارتكاز الترجي والمنتخب الوطني لكرة القدم، خبرة كبيرة وانضباط تام لهذا اللاعب. الحكم أمير وصيف في حوار مع قائد الفريق حارس المرمى العربي المجري، قال له ما تستعملوش الزفارة من المدارج. شفتوها يعني الجست كان واضح، الإشارة من العربي المجري كانت واضحة،
الحكم شاء نبه على قائد فريق قال له فما شكون قاعد يستعمل في السافرة من المدارج، وهذا ما يخلي اللاعبين يغالط اللاعبين أثناء اللعب يعني على الميدان. توجه العربي ماجي نحو الجماهير وقال لهم لا لاستعمال السافرة من المدارج، واضحة كانت الإشارة. معز بن شريفية 16 دقيقة لعب إلى حد الآن منذ انطلاق الشوط الثاني، النتيجة تغيرت منذ الدقيقة الثانية من هذا الشوط، هدف مقابل شيء الأسبقية للترجي بإمضاء إدريس المحيسي. السبع لقاءات الأخيرة بين نادي حمام الأنف والترجي دائما كان هناك فائز ومنهزم، 5 انتصارات للترجي، 2 انتصارات لنادي حمام الأنف. وأعطيناكم الأرقام الخاصة بتاريخ لقاءات الفريقين، سواء كان المجموع العام رقم 114 مباراة، 9 لنادي حمام الأنف انتصارات، 66 انتصار للترجي، 28 لقاء انتهى بالتعادل بين الفريقين. وفي اللقاءات اللي جمعت الفريقين وفيها نادي حمام الأنف كمضيف 51 مباراة، انتصر خلالها نادي حمام الأنف في 6، 15 لقاء وفيها بالتعادل، و30 فوز للترجي كضيف على نادي حمام الأنف. سامح الدربالي، إدريس المحيرسي، يرجع سامح الدربالي، التوزيع في القائم الثاني خطيرة، جوك كان ينتظر في الكرة، ديدي البري، ثم رايا من الحكم المساعد الأول، مروان سعد، هذا سامح الدربالي، الظهير الأيمن للترجي، الظهير الأيمن سريع، تعويض والتغيير باش يقوم به جيرال بوشير رقم 25، وليد المسعودي باش ياخذ مكان ديدي ليبري. هاو امامكم وليد المسعودي، وهذا محمود العذيبي اللي كان في حوار مع زميلي عبد الرحمن العش بعد نهايه الشوط الاول، وحتى المدرب فتحي العبيدي في استوديو التحليل قال ينتظر انضمام محمود العذيبي لهذا اللاعب الشاب لاعب المنتخب الاولمبي من امكانيات عريضه. محمود العذيبي الترويض بصدر مراوغه وتضرب الكره في غيلان الشعلاني، محمود العذيبي في اول لمس الكره، لاعب عنده امكانيات فنيه كبيره، قلنا حكايه بعد نهايه الشوط الاول مع زميل عبد الرحمن العش، ثم في استوديو التحليل كان المدرب فتحي العبيدي يحكي على ضروره اقحام محمود العذيبي لاعطاء الاضافه الى خط وسط ميدان نادي حمام الانف. حسين الراقد، ادريس محيرسي الراقد، جوزيف يانيك نجانغ ما ياخذش الكره، حلوه من محمود العذيبي، سلام القزداوي لاسماعيل الجاكيتي، لكن فما تغطيه من محمد علي يعقوبي، باهيه من محمد علي يعقوبي، سامويل ايجوك يلعب مع جوزيف يانيك نجانغ، لكن طويل الكره كانت في اتجاه الحارس عربي المجري. شمس الدين الثوادي، كروز، جانج، قلنا أنه الترجي الرياضي يبحث على التوازن بعد عودة البرتغالي مرايش وأول ظهور رسمي لإجاب وأيضا كروز بعد خروج أفول أحمد العكيشي في انتظار عودة قريبة إن شاء الله لأسامة الدراجي اللي قاعد يقوم بعملية التأهيل البدني. أسامة الدراجي يواصل مرحلة التأهيل البدني مع المعد البدني صبري البوعزيزي في انتظار العودة قريبا إلى تشكيلة الدرجي. نعرف الإضافة الكبيرة للدرجي مع الأحمر والأصفر، كنا نشوفه منذ قليل في معز عبود قاعد يقوم بالحركات التسخينية، قد يفكر البرتغالي الفني
مانويل مرايش في إقحام معز عبود لتشكيلة الترجي. قد يكون الحربوي أيضا ورقة أخرى للبرتغالي في هذه المباراة. بشار يحاول المراوغة لكن شمس الدين الذوادي يستعين بالخبرة اللازمة، فك الكرة. حسن حسين الراقد، محمد علي اليعقوبي، السامح الدربالي، شمس الدين الذوادي، محمد علي اليعقوبي. 22 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني من مباراة الترجي ومضيف نادي حمام الأنف. لا تغيير في النتيجة الأسبقية، هدف مقابل لا شيء منذ الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني بإمضاء الدريس المحيسي. هذا غيلان الشعلاني يحاول تضرب الكرة، المدافع ترجع قدام الدريس المحيسي، كرة في القائم الأول لعرب المجري قبل نجيري إيديوك ياخذ كورته، قائد فريق نادي حمام الأنف وحارس مرماه. ترجع الكرة من يعقوبي، محمود العذيبي مع غيلان الشعلاني يحط الكرة في التماس والتنفيذ لفهمي بن رمضان. زوز تغييرات قام بها المدرب جيرال بوشير. محمود مسعودي بينما يحافظ الفني البرتغالي مرايش على نفس التشكيلة اللي بدأ بها الشوط الأول في انتظار إقحام معز عبود وحسن حرباوي. قاعد نشوف فيهم على حافة الميدان زوز لاعبين حرباوي ومعز عبود موجودين على حافة الميدان ينتظروا القيام بالتغيير. تو نشوفوا شنو الأماكن اللي باش ياخذوها. هذا حاتم البجاوي، حاتم البجاوي في عملية للترجي. حسين الراقد، كروز يعمل مراوغة أولى، يربح مخالفة، ثم مخالفة وكرة ثابتة. أو حسان الحرباوي ومعز عبود إلى جانب الحكم الرابع محمد السبوعي. 8-19 يعني حسان الحرباوي باش ياخذ مكان إدريس المحيلسي صاحب الهدف الوحيد. هذا التغيير أو أمامكم حسان الحرباوي رقم 19. غيلان الشعلاني يخرج ويخلي مكانه لمعز عبود، وهكا كل مدرب يولي قام زوز تغييرات. شوفوا تباطأ غيلان الشعلاني في الخروج من الميدان، كلفوا انذار. هذه من الانذارات اللي حكينا فيهم في اول مصافحه اللي يعني يجيو بصفه مجانيه للاعب، يعني وكانه يبحث عن الانذار. طلبوا منك التغيير، تخرج بسرعه دون محاوله اضاعه الوقت. شفنا غيلان الشعلاني خذا انذار كان بالامكان تفاديه في انتظار دخول حسان الحرباوي مكان دريس المحيسي. المحيسي وكانه يحب يكمل مهمه تنفيذ هذه الكره الثابته بعد تسجيله لهدف في الدقيقه الثامنه من الشوط الثاني. هدف جميل، كره مباغته. ادريس المحيسي ينهي الماموريه بكره فوق المرمى، ضربه مرمى لنادي حمام الانف، يخرج ويخلي مكانه لحسان الحرباوي. وهكا يكون كل مدرب قام بزوج تغييرات الى حد الان في هذا اللقاء. ادريس المحيسي امامكم يخلي مكانه لحسان الحرباوي. المحيسي صاحب الهدف الوحيد الى حد الان في هذا اللقاء. حسان الحرباوي، جوزيف فانيك نجان، مرايش وكانه يبحث على التركيبه المثلى خاصة في الخط الأمامي. شفنا التغييرات ما شملش الخط الخلفي للفريق وسط الميدان الهجومي. معز عبود خدم مكان
ادريس المحيسي. معز عبود خذا مكان غيلان الشعلاني، وحسان الحرباوي عوض ادريس المحيسي مهاجم بمهاجم، بينما تبقى نفس التركيبه على الخط الخلفي للترجي. ثم دفع من محمد علي يعقوبي واضح، مخالفه لصالح نادي حمام الانف، والتنفيذ لفهمي بن رمضان. 26 دقيقه لعب في الشوط الثاني من هذا اللقاء، ليحمل 114 رقم 114 في تاريخ لقاءات الفريقين. ثم مخالفه، ثم الدفع باليد اليسرى لكروز، لو في الصوره بطيئه كان فما تشوفوا انا كانت واضحه، واضحه اليد اليسرى لكروز البرازيلي رغم محاولته التاثير على قرار الحكم. المخالفه موجوده، ما فما حتى شك في هذا. كره ثابته لصالح نادي حمام الانف. بوشار في التنفيذ، كره مقوسه في محور الدفاع. ديوك شوفوا وين يلعب وين يرجع. محمود العذيبي، محمود العذيبي شمس الدين الزوادي. عاليه التغطيه كانت من سيف الله المسكيني في مناسبه اولى، ثم محمد امين المهذبي ترجع لكروز قدامه. المهذبي كروز سريع وعنده فنيات كبيره، يوزع ما توصلش لجوزيف يانيك جانك. اسماعيل جاكيتي، محمود العذيبي لمسه قصيره للمسعودي. سلام القزداوي، اسماعيل جاكيتي يتبع فيه حاتم البجاوي. محمود العذيبي، خطير العذيبي يحضر البشار. بشار في عمل اختيار الذي حمام الانف في دين معز بن شريفيه. شوفوا التحضير كان ممتاز من العذيبي. بشار كان بامكانه استغلال الكره افضل من هكا. كان قدامه سامح الدربالي. بشار حاول مراوغه ما نجحش في هذا، سدد مباشرة معز بن شريفية، اتسدد الكرة. لاعب ملقى على أرضية الميدان وطلب في نفس الوقت القيام بتعويضه. إن شاء الله لاباس. بشار أمامكم يطلب القيام بتغيير هذا اللاعب. محمود العذيبي إعادة لعملية الركنية. أي وقت سقوط اللاعب شوفوا الركبة كيفاش تثنت، إن شاء الله لاباس. هذه عملية هدف الترجي. كروز دريس محيسي باليمين ثم باليسار، تضرب على القائم اليسار لعرب الماجري تدخل للشبكة. هدف منذ الدقيقة الثامنة لهذا الشوط الثاني. يدخل الفريق الطبي، فريق المسعف، طبيب فريق نادي حمام الانف، يغادر اللعب الميدان. شوفوا التحضير من محمود العذيبي لبشار، كان بالامكان استغلال هذه الوضعيه. معز بن شريفيه متالق كالعاده، خبره كبيره لهذا الحارس الشاب. اذا باش يكون فما تغيير اضطراري للمدرب جيرال بشار. اللاعب رقم 30 امين الصفاقسي امامكم يحاول العوده للميدان صحبه الطاقم الطبي للفريق. شوفوا فماش امكانيه لعوده امين الصفاقسي للميدان بعد سقوطه بالطريقه اللي شفتوها في العرض البطيء. كروز حسين الراقد، اسماعيل الجاكيتي، ثم مخالفة معز عبود المسعودي، وليد المسعودي معوض ديدي ليبري. بشار يقوم بالتغيير، تغيير اضطراري. إذن عمر الصدي ياخذ مكان أمين الصفاقسي أمامكم رقم 15. تابعوا مليح عمر السدي
لاعب يحمل في جرابه الكثير من الإمكانيات الفنية. عمر الصدي لاعب ممتاز شاب عنده مستقبل كبير. كنت شخصيا تابعت في عديد لقاءات فما لاعب موقع أرضية الميدان من الترجي الرياضي التونسي شمس الدين الذوادي مدافع الترجي شارل لباس الذوادي. قد يكون للركون الطويل للبطولة تأثير على اللياقة البدنية للاعبين ما في شك. تبعوا ذوادي ثم كرة عالية احتكاك ما كانش قوي حسب الصورة. شارل لباس لشمس الدين ذوادي هذا المدافع المتألق لاعب سابق من حمام الأنف. كرة طويلة ترجع من سيف الله حسني محمود العذيبي ومع سامح الدربالي. ما زالت الكرة لنادي حمام الأنف. كروز ترجع من فهمي بن رمضان معز عبود محمد علي يعقوب طويلة في اتجاه جوزيف يانيك جان حسن الحرباوي معوض الدريس المحيسي سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن 1-2 مع إيدوك. كروز يضيع الكرة رقم 7 و7 إسماعيل جاكيتي معز عبود مجهود بدني كبير قص به الكرة ترجع للبرازيلي في أول اختبار رسمي ليه مع الترجي نفس الشيء للنيجيري لاعب منتخب الأولمبي النيجيري سامويل إيديوك. في البرازيليين مش غريب عليهم العمليات الفنية. مخالفة ضد وليد المسعودي لصالح الترجي الرياضي تحذير. شوفوا النيجيري كيفاش رغم اللي كان موقع على أرضية الميدان حاول احتفاظ بالكرة معز عبود 33 دقيقة لعب تابعوا العملية حسن الحرباوي خطير يوزع شكون في القائم الثاني. العملية الثانية خطيرة كانت في القائم الثاني تضيع على الترجي كانت قبلها عملية في القائم الثاني لصالح الترجي ضاعت على إيديوك ما وصلتلوش وهذه الثانية تبع حسن الحرباوي يرفع في القائم الثاني وفي آخر لحظة الدفاع يحط الكرة في الركنية. سيف الله المسكيني محمود العذيبي تخرج الكرة تماسي صالح الترجي 34 دقيقة ونتيجة لم تغير الأسبقية هدف مقابل شيء لصالح الترجي إلى حد الآن في هذا اللقاء لحساب الجولة الأولى أيام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم الدفعة الأولى من هذه الجولة جولة تكتمل زوز لقاءات غدا يجمع الأول في رادس النادي الإفريقي بنجم تلوي والثاني في ملعب الطيب المهيلي بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي بالنجم الرياضي الساحلي. قمة لقاءات هذه الجولة تابعوه غدا على القناة الوطنية الأولى تتنفذ الركنية. باهي العملية كانت من محمد علي يعقوبي يقدم مدافع الترجي لاستغلال هذه الكرة الثابتة. محمود العذيبي يرجع بالكرة باهي المراوغة من سيف الله حسني مراوغة بجوزيف يانيك جان وعز عبود ومخالفة مخالفة يقول الحكم أمير لصيف في سادس لقاء ليه في البطولة إلى حد الآن. هذه مباراة السادسة اللي زفرها الحكم أمير لصيف من رابطة الوسط الشرقي بمونستير. شوفوا الكروز شوفوا اللمسة الفنية للبرازيلي تتلعب المخالفة من بشار يعقوبي في التغطية سامح الدربالي يرفع كرة عالية مباشرة في التماس تماس لصالح نادي حمام الأنف
أقل من 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء. أمامكم محمد أمين المهذبي يلعب التماس، سلامة قزلاوي تتعدى الكرة سيف الله مسكيني، يعكس الهجوم لصالح الترجي معز عبود أطنب في احتكار الكرة حسين الراقد، حسين الراقد ثم إجاو كتب الكرة سامويل على الجهة اليسار، جوزيف يانيك جان جانج يرجع سامح الدربالي، سامح الدربالي لاهي لجوزيف جانج ولاهي لحسين الراقد، دور كبير للدربالي على الجهة اليمين الدفاع، شادوا إعادة العملية بالعرض البطيء، عملية طلب على أثر الانتحام من الأنف بمخالفة، وعز عبود في التغطية كروز والتدخل من فهمي بن رمضان، وعز عبود مرة أخرى، إسماعيل جاكيتي، سامويل إيجوك، حسين الراقد، محمود العذيبي، كروز، ثم تعود الكرة لنادي حمام الأنف، العذيبي مرة أخرى تتفكلوا من حسين الراقد، كروز، جوزيف ياليكن جونغ، سامويل إيجوك، والترجي خطير في مثل هذه العمليات، حسن حرباوي، سامح الدربالي يشوف كيش خرج طلب الكرة وظهر المدافع، ترجع لمحمد علي يعقوبي يقوم بالتغطية على الجهة اليمين وين موجود سامح الدربالي، حسين الراقد ترجع الكرة من سيف الله حسني، حسين الراقد مرة أخرى باهي المراوغة أولى وثانية، الراقد ممتاز لكن تعود الكرة لنادي حمام الأنف، إسماعيل جاكيتي ومع حاتم البجاوي، الحوار يتواصل بين جاكيتي والبجاوي، سلام القزلاوي خطيرة لبشار فمرايا، فمرايا من حكم المساعد الثاني مخلص العجيمي لوجود تسلل ضد نادي حمام الأنف ضد بشار، شهدوا إعادة للعملية، الحكم أمير وصيف بعد رأي من الحكم مساعد الثاني مخلص عجيمي يصفر تسلل ضد نادي حمام الأنف، التغيير الثالث والأخير يقوم به مرايش البرتغالي، خروج البرازيلي كروز ودخول رقم 27 مش موجود على ورقة التحكيم، ماهوش موجود رقم 27 على ورقة التحكيم، هذا كروز البرازيلي أمامكم يصافح المدرب، المدرب البرتغالي العائد للترجي مرايش، ترجع الكرة لصالح نادي حمام الأنف، عملية تواصل لأبناء المدرب بشير، تبعد على وليد المسعودي، ترجع من جديد لصالح الترجي عن طريق معز عبود، عبود مرة أخرى تمشي الحسين الحرباوي يلعب على الجهة اليمين، شمس الدين الصامتي، شمس الدين الصامتي هو اللي خذا مكان كروز، وهكا ينهي الثلاثة تغييرات مدرب الترجي بدخول شمس الدين الصامتي رقم 27 مكان البرازيلي كروز، اذا يستوفي التغييرات تبع هذه الركنيه، ترجع لصالح نادي حمام الانف العذيبي، 41 دقيقه لعب الى حد الان لا تغيير في النتيجه، هدف اسبقيه مقابل لا شيء طبعا
لصالح الترجي بإمضاء أدريس المحيسي في الدقيقة الثامنة من هذا الشوط الأول. هدف ممتاز تابعتوه أكثر من مرة. ترجع الكرة إسماعيل الجاكيتي، سريع إسماعيل الجاكيتي بعد الحاتم الجاوي وزع، حاول استغلال سرعته جاكيتي باش يبعد أكثر ما يمكن على الحاتم البجاوي ويوزع، لكن في النهاية الكرة انتهت بضربة مرمى لصالح الترجي الإعادة. شوفوا التوزيعة الأخيرة، لكن الكرة انتهت بضربة مرمى لصالح الترجي. أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للقاء، لقاء يحمل رقم 114 بين الفريقين. كل الأرقام مدنا بها مشكور زميلنا عماد الكيلاني. ترجع حسين الراقد، ثم معز عبود، جوزيف يانيك نجان. ترجي يربح تماس. بالأمانة ما شفناش مستوى فني كبير في هذا اللقاء من الجانبين. تسأل ربما قد تبرر يعني التوقف الطويل للبطولة الوطنية، حتى اللقاءات الودية يعني ما تعطيش نتائج اللقاءات الرسمية، ما لو إلا لقاء ودي يقع فيه اختبار أكثر من لاعب. توقف البطولة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس أفريقيا الأمم الأخيرة، أثر نوعا ما على المردود العام للفرق، وهذا واضح من خلال اللقاء اللي قاعد نتابعوا فيه الآن على القناة الوطنية الأولى بين نادي حمام الأنف والترجي. لم يرتقي إلى المستوى الفني المنتظر مع مرور الجولات وبتتالي المقابلات، يرتفع النسق هذا أكيد، تدريجيا يرتفع نسق اللعب وترتفع معها يعني جاهزية الملعبية في كل الفرق. بطبيعة الحال شمس الدين الذوادي، معز عبود، دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء، لا تغيير في النتيجة، هدف مقابل شيء، هذا شمس الدين السانتي، معوض البرازيلي كروز، شفتوا من اللقاء الأول، يعول مانويل مرايش على معز عبود، وأيضا غيلان الشعلاني، حسن الحرباوي، شمس الدين السانتي في التشكيلة الأساسية للترجي. قلنا في أول مصافحة لكل مدرب خياراته واختياراته الفنية والتكتيكية ورؤيته طبعا وتقييمه لأداء اللاعبين. خالد بن يحيى أبدى البلاء الحسن في 14 مباراة، ستة حقق يعني ستة انتصارات سبعة تعادلات وهزيمة واحدة، كانت ضد نادي حمام الأنف في لقاء الذهاب. لازم نقولوا مرايش يثأر رياضيا لهزيمة الترجي في لقاء الذهاب، وإلى حد الآن ينتصر بنفس النتيجة إلى حد الآن. قلنا هدف مقابل شيء، دقيقة ثامنة، دريس محيسي رأسية ترجع للحارس العربي المجري. تعود الكرة من جديد لصالح الترجي. شمس الدين الذوادي بعد غياب طويل لهذا المدافع، لأنه محور الدفاع كان يشغل عربي جابر وأيضا محمد علي اليعقوبي. معز عبود يقيم سالم القزلاوي. نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قاعد نشوف الحكم الرابع محمد السبوعي يمسك باللوحة، ينتظر قرار الحكم الرئيسي أمير الوصيف في المباراة السادسة لي في البطولة إلى حد الآن من رابطة الوسط الشرقي بالمنستير. تلعب الكورة من محمد أمين المهذبي، ترجع قدام محمود العذيبي، يربط الكورة، حلوة التحذير
من العذيبي الفهمي بن رمضان، حسين الحرباوي ترجع الفهمي بن رمضان مرة أخرى، مخالفة يقول الحكم أمير الوصيف لصالح نادي حمام الأنف. حوار بين معين الشعباني المدرب المساعد لنادي حمام الأنف وحسين الراقد بعد هذه العملية. ننتظر تنفيذ المخالفة. معاذ بن شريفية، هل يكون الانتصار رقم 67 للترجي في 114 لقاء لحساب بطولة مع نادي حمام الأنف؟ ما دام الوقت موجود يقولوا أم يكون الانتصار العاشر لنادي حمام الأنف أو التعادل رقم 29 بين الفريقين؟ ما دام التوقيت مازال تبقى كل الفرضيات ممكنة، العذيبي أمامكم في تنفيذ الكرة الثابتة مقوسة مباشرة في دين معز بن شرفية، أو بالنسبة للقاءات اللي يكون فيها نادي حمام الأنف كفريق مضيف وهو لقاء رقم 51، هل يكون الانتصار رقم 31 للترجي كضيف أم التعادل رقم 16 أو الفوز رقم 7؟ تبع هذا محمود العذيبي، الفوز رقم 7 لنادي حمام الأنف. طبعا ترجع الكرة من شمس الدين السامتي، سموال إيديوب يحاول يبعد على فهم محمد أمين المهذبي والكرة تخرج تماس، الكرة تخرج تماس لصالح الترجي الذي التونسي. الحكم قاعد ينظر للساعة بتاعه، حاتم البجاوي لم يضف حتى دقيقة، ما أضاف شيء الحكم أمير الوصيف لتوقيت الشوط الثاني، أو أضاف خمس دقائق أضاف الحكم أمير الوصيف لهذا الشوط الثاني للمباراة بصفة عامة. النتيجة لن تتغير، أسبقية هدف مقابل شيء لصالح الترجي بإمضاء إدريس المحيسي بالدقيقة الثامنة من الشوط الثاني. هدف كان جميل، حسين الراقد بتأخير كبير من الحكم المساعد الأول مروان سعد يرفع الراية أمامكم، وهذا ما خلاه يدخل في نقاش مع الفني البرتغالي مانويل مورايش، لأنه كملت العملية تقريبا، ثم الحكم المساعد الأول مروان سعد رفع الراية. ترجع الكرة على كل حال بمخالفة لصالح نادي حمام الأنف، توزع عالية في المناطق الخلفية للترجي، ياخذها معز بن شرفية، ترجع الكرة لصالح الترجي. الترجي يبدو في طريق مفتوح لتحقيق الانتصار رقم 67 في تاريخ لقاءاته، 114 لحساب البطولة مع نادي حمام الأنف بفضل هدف إدريس المحيسي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني في أول حضور للفني البرتغالي جوزي مانويل مورايش. مخالفة، نلعب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع، 49 دقيقة إلى حد الآن وبعض الثواني، قد تكون المحاولة الأخيرة في هذه المباراة رأسية، لكن فما حتى خطورة على مرمى الحارس معز بن شريفية. هدف مقابل شيء لصالح الترجي، هدف إدريس المحيسي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني. هذا أمير الوصيف أمامكم حكم المباراة معز بن شريفية يستعد لتنفيذ آخر كرة في اللقاء. هو أمامكم أمير الوصيف، بالفعل يعلن نهاية المباراة رقم 114 بين الترجي ونادي حمام الأنف بتفوق الترجي هدف مقابل شيء، هدف إدريس المحيسي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني. شكيب. عبد الرحمن تفضل. معايا المدرب دي مورايش وفي انتظار جيرار بيشير، معناها يعطيهم صحة. سو دي مورايش سيتي اون فيكتوار ديفيسيل ا سو ديسيني. وي اون سافي كو سيتي ان ماتش ديفيسيل باسكو ليكيب
adversaire, il était défensivement très bien organisé. Mais l'objectif, c'était les 3 points. On a fait des belles choses pendant le match et on va continuer à travailler sur ça et continuer à améliorer. Les recrues, il y a une satisfaction côté recrues? Donc, on a les joueurs, sont des joueurs de qualité. On a commencé à travailler, ça fait 3 jours. Je pense qu'ils vont donner encore plus parce qu'ils ont une marge de progression agréable. Donc, on va avoir la satisfaction. Une question hors espérance. Monsieur Desmoraes, qu'est-ce qu'il a appris avec l'assistance aux côtés de José Mourinho? Là, beaucoup de choses. Le pragmatisme de jouer pour gagner, c'est quelque chose que tu apprends avec lui. C'est un grand entraîneur, c'est le meilleur du monde. Et il y a beaucoup de choses que je peux utiliser dans ma vie, que j'ai appris avec lui. Merci bien, monsieur Desmoraes. معايا كذلك جيرار بوشير وايضا بعد قليل حسين ريكد. monsieur Gérard, une belle prestation du côté amam Lifoua malgré la défaite. Oui, voilà, je pense qu'on a fait un bon match, on avait bien préparé le match, on avait fait des bons matchs amicaux, on était prêts. Voilà, le match, je pense que c'était pas trop mal, c'était à peu près égal, même s'ils ont un peu plus le ballon. Ils ont eu une occasion en deuxième mi-temps, la différence c'est qu'ils ont été efficaces une fois, nous non. En première mi-temps, on a eu 2-3 occasions, peut-être qu'on peut, on peut prendre notre chance là. Après, voilà, je pense qu'on n'a pas été ridicule. Maintenant, voilà, la différence, elle s'est faite individuellement sur un joueur qui fait une différence. Sinon, je suis assez content. On a été correct, on a été bon quand même. On a fait un bon match. La suite, comment ça s'annonce? La suite, c'est mercredi, on va aller à Zarzi, c'est un autre match. Un match différent. Bon, aujourd'hui, je disais à mes joueurs, on n'avait rien à perdre, on jouait l'espérance. On a été solide, on a perdu 1-0, mais en montrant quand même qu'on était là. On était là, on a été solide, on a joué au football, on n'est pas resté derrière. Maintenant, on va récupérer demain et puis mercredi, on va remettre ça à Zarzi. مرسي بيا مسيو جيرار. معنا كذلك مباشرة حسين راقد. حسين، une première victoire avec Desmoraes. Ouais, une première victoire, c'était important pour nous. C'était difficile de venir jouer ici. Ils ont une bonne équipe et on est tombé sur une bonne équipe, bien solide défensivement. Mais alhamdoulilah, on a fait un bon match, je pense. On méritait la victoire. Et puis voilà, on a beaucoup de points à rattraper. On va prendre les matchs un par un. Inch'Allah, nfarhou le jumhour mta'na ou nas lkoul, Inch'Allah. Desmoraes, il croit encore au titre? Bien sûr, mais je pense que tout le monde y croit. Nous, les joueurs, quand tu joues à l'espérance, c'est pour le titre. C'est pour jouer toujours les premières places, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc voilà, mais il faudra prendre les matchs un par un et gagner des matchs. Et en première partie, on a fait beaucoup de matchs nuls. Et la différence avec aujourd'hui, c'est qu'on a réussi même à gagner 1-0. Alhamdoulilah. Merci. على كل بالنسبه للمدرب جيرار بوشير قال فارق النجاعه هو كان حاسم اليوم اسكندر بالنسبه لنتيجه مباراه الترجي ونادي حمام الانف. المدرب ديمورايج يقول يخو كل مباراه ومباراتها كل مباراه ومعطياتها. بالنسبه للسؤال حول جوزي مورينيو قال تعلم منه برشا اكيد باش يكون هام ليه للمستقبل. وحسين راكد اكد على اهميه الانتصار اليوم للترجي خارج الميدان. عوده ليك للاستوديو. تسمع فيها عبد الرحمن؟ باهي واضح كانت هذه الاستجوابات ما بعد اللي